أكد موقع الرصد المغربي الإخباري حسن سعيد الناصري رئيس النادي الأحمر قراره بشأن مستقبل المدرب سيفين فاندنبروك حتى في حال تزويج الفريق بدوري المغرب الاحترافي. وأوضح مصدر مطلع ودادي قريب من الناصري أن الأخير توصل بشكايات من بعض اللاعبين تؤكد سوء المعاملة التي يتلقونها من المدرب البلجيكي منذ التحاقه بالفريق الأحمر، والأمر الذي أثر على العلاقة بينه وبين اللاعبين البارزين في الفريق خلال التدريب وبعض المباريات. وأخبر بعض لاعبي الوداد الرياضي الناصري ببعض الأحداث التي وقعت قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، منها منع لاعبين بارزين بالفريق من حضور حصة الفيديو قبل مواجهة الأهلي، الأمر الذي أثار غضبهم. وبدأ الناصري رحلة البحث عن مدرب جديد يقود فريق الوداد الرياضي، إذ يميل الرئيس إلى التعاقد مع مدرب مغربي على اعتبار أن أبرز الإنجازات بدوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي حققها الوداد بقيادة الحسين عموتة والوداد بقيادة الركراكي في السنوات الأخيرة. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الاحترافي خلف الجيش بفارق 3 نقاط عن بعد جولتين من نهاية الدوري. ويرجح أن يقيل الناصري المدرب البلجيكي بعد نهاية عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الدوري الاحترافي، إلا في حال أعلنت لجنة المسابقات بالجامعة عن برمجة كأس العرش في الشهر الجاري، إذ سيضطر إلى الاحتفاظ بخدماته إلى حين إجراء نصف نهائي كأس العرش ضد الرجاء.